كوريا. التصويب يساري، الهدف الأول، الهدف الأول لي كانغين يفتتح باب التسجيل بيسارية قوية، يفتتح باب التسجيل وفرحة يورغن كلين. قبل كوريا الجنوبي حذاري والهدف الثاني. أوه، أخطأ دفاعية، أخطأ دفاعية بالجملة، أخطأ دفاعية بالجملة في خط دفاع المنتخب الوطني التونسي. ولي كانغ إين مرة أخرى يسجل ثنائية في مرمى المنتخب الوطني التونسي. ركنية داخل منطقة الجزاء، المصائب لا تأتي فرادى. هذا هدف بنيران صديقة، مرياح في مرماه ياسين مرياح في دقيقة 66 في مرمى دحمان. قلنا ردوا بالنا من الأخطاء، خطأ جديد. كرة خطيرة والهدف، الهدف الرابع، الهدف الرابع لمنتخب كوريا الجنوبية، الهدف الرابع من هوانغ ويجو. هوانغ ويجو يستغل مرة أخرى الأخطاء الدفاعية تتوالى في المنتخب الوطني. يلعب العرضية حاضرة ورأسية، الله، جابرييل ماغاليس يفتن فنزويلا الذي يتقدم إلى الله، الله، الله على بيو 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 بيو، سجل لفنزويلا، بيو سجل التعادل. ليستر وفرنانديز ودي باول، ومرة أخرى انظر إلى الضغط، انظر إلى الروح. قد لا تلعب أغلب الأسماء الأرجنتينية في بطل العالم، لا يوجد أجمل. إلى نيكولاس عدى صوت إلى النقطة رقم 9، الكرة، لكن الرد قد يأتي، التصويب. غوارديولا هناك مع السيتيزنز ويريد قدم دفاعها. أوتامندي في المؤتمر الصحفي عن أي مدينة، انظر إلى الكرة العرضية كانت في في 2021 سجل هذا الهدف. الكرة بتتحول إلى نيكولاس الذي يتقدم في صدمات حتى الآن في بداية هذا الموسم. يا عالية متابعة، الله يا أوتامندي، يا أوتامندي، يا لها من ضربة، يا لها من مقصية. هدف لا يسجله المهاجم لكن تفعله هنان الأرجنتين عن طريق دفاعها. يعني التانكو يحاولون الرقصة، لم تنتهي بعد بل بدأت الآن. 6 دقائق مرت من زمن شوط المباراة الأول، كان عادت عن طريق آدم ولكن مقطوعة، هناك صافرة، الحكم البرازيلي يحتسب الخطأ. من الكثير يا غونزاليس، الكرة كرة ثابتة عرضية بيا لبلاد الفضة ذهبية. انظر إلى الفاريز بيرسل لك لتقدم، بيرسل لك كرة عرضية. 20 سنة تتكلم عن كرة عرضية. لو تارو بالتأكيد المدرب تاز من الميرون، يحتاجون إلى أكثر. إلى نيكولاس اللي تقدم فيها. فيهم نتائج منتخب الباراغواي. أنتين في شوط المباراة الأول، كرة بترجع أميرا سوريا، الكرة فارس لمسة، لو تارو لو استلم. عن المباريات الماضية، تاليا فيكو يحاول عن القارة الأمريكية الجنوبية. هل صدرت الأوامر؟ هل صدرت الأوامر؟ يا للأمر الذي لم ينجح في كتابته وتنفيذه لو تارو. إلى حارس المرمى لمنتخب تمارين، كرة خطيرة، الله، 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 حان وقت الأراخ، حان وقت الأراخ هنا في درب المحيط الهادئ. تشيلي يا لعيب، عرضية خطيرة، الله، الأحمر، الأحمر يتخطى. يلعب الكرة الآن، متجه باتجاه المرمى، الله، جول. وينك عني، عني من زمان يا سلمان، وينك عني من زمان يا سلمان. لكن هذه خطيرة، خطيرة، سيمون، سيمون عرض كرة،
وهذا النيجيري الألماني الآن ناوي من بداية المباراة على ردة فعل يأتي بهدف التعديل. حمدان عمل دفاعي تسديد الآن وهدف ثاني. تسديد الآن من إيناشو. إيناشو يسجل هدف النيجيريا الثاني بعدم تركيز. الحمدان وصل كأن ظهير أيمن.